خير عمو. استاذ معتز انا على الهواء مباشر، يمي مره ابنها بالصرع الاكبر ناشدت اكثر من مره، مدينه الطب ما تستقبلها اكثر من مره ناشدت، وتروح لمدينه الطب. الحاله هي منطقتها يعني ساكنه. هسه انت وين؟ هسه انا انا بمنطقه كم الارمن. كم الارمن؟ انا موجود بوزاره الصحه مكتب الوزير. خلي هسه تتوجه علي، هسه راح ادز لك اياها المكتب الوزير. قابل السيد الوزير. شكرا جزيلا استاذ معتز، انا ممتن لك. بالعكس، بخدمتك. تحياتي لك، شكرا جزيلا. حجيه هسه تروحين لوزاره الصحه المكتب الوزير. نعم. تاخذين رقمي. تعال حماده، تعال عوف السوالف يا اخي، اخذ الحجيه وانطيها رقمي.